البروجي كتير حلو من أوله، يعني من الكتيبة لبعدين مع تانيا وعبودي از جودو فيلمز، از تانيا بروديوسر وعبودي اكزيكتيف بروديوسر، واثنيناتهم مثلوا، للتحضير للكاستينج مع نادين رزق، للريهرسلز مع الممثلين، للتصوير الكرو اللي خلقناه، حتى السال الكبيره يلي هي نفذنا الفيلم اشتغلت بكتير باشن، لانه نحن خلينا وي ريفلكتد اور باشن على السيت، سو بين هيدا الشيء على سيت كل الوقت. التصوير كان روعة من الروعات، وكل شيء لآخر تكة لآخر ثانية. كانت اكسبيرينس كتير حلوة، عملناه مثل كامب ستايل، يعني شوي مثل معسكر وين التقينا على فترة، حتى قبل ما يبلش التصوير وقبل ما يكون في كاميرا وقبل ما يكون في إضاءة كان في شغل كتير مع الممثلين، لأنه كلهم أو أكتريتهم كان هيدي أول مرة عندهم كتجربة تمثيلية. بقى يلي صار هو نوع من تدريب كمان على التمثيل بأول مرحلة، ومن بعد التدريب على التمثيل مراجعات والمراجعات على وقت طويل كمان ليتعودوا على بعض، ليصير في عن جد علاقة عائلية بيناتهم. عشنا حقيقة الوادي هيك مثل ما هي، وكنا نجتمع حول الشوميناه من عشية ونجمع حطب ونقوم على بكرة متلجين ونمشي بالتلج وبوزق جرينا والمسلين كان لازم يلبسوا صناديل ويمشوا على التلج حافيين، كلهم كانوا باسيوني وعشنا شيء غريب ما حدا بيقدر ينساه أبدا. يعني لأقول إنه بس يكون في باسيون ما بقى تسأل، يعني كل شيء بيصير، وهذا فيلم نعمل بحب وهيك بهيك بعطاء كبير، يعني كل حدا نعطي، يعني هذا الفيلم ما بيقدر يكون موجود لو حدا قلل خاصية يقوم على بكرة مثلاً.